بالقنيطرة بجول لاعبيه وتحت أنظار مدربه هشام الإدريسي، والرهان يبقى عودة النادي بنقاط ثلاث مهمة أمام الفتح في هذه الدورة. وإليكم تصريحات عادل المسكيني والمخضرم عبد الرحيم أبرباش لاعبي الكاك، نستمع. كانت هاد فوبا كما قلتي مع فريق الوداد، رغم اننا قدمنا مقابله كبيره واللاعبين مشكورين على هذا المجهود. الحمد لله حنا كنستعدوا لمقابله الفتح بجديه وكيف ما العاده. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلتي حنايا كنا في هذه المقابله الاخيره كنا كنستحقوا، ما نستحقوش الخساره، خصوصا ان حنايا كنا في داخل رقه الملعب، حنايا اللي مسيدين المقابله. كانت هناك اصابه اللي ما احتسبها الناس الحكام، هذه هي كره القدم. ان شاء الله نحاولوا، واخا عندنا مقابلات صعيبه في 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 الدورات المقبله، ونحاولوا نعوضوا هذا النقاط اللي ضيعنا ان شاء الله، واخا نكونوا لاعبين خارج الميدان. وان شاء الله رحنا مستعدين كما في الكفايه المقابلات الاياب ان شاء الله. وإليكم برنامج مباريات الجولة 17 كاملا وفق الجدول.